اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل. ودلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، ومنها وزير الصحه الدكتور خالد عبد الغفار هيعمل مؤتمر صحفي بمعهد ناصر عشان يشرح للراي العام كل التفاصيل الخاصه بالفيروس المخلوي، وكمان اكاديميه البحث العلمي هتستضيف اجتماع لجنه المفوضين المعهد المتحد للعلوم النوويه. ايضا النهارده هيكون في ثلاث مباريات قويه جدا في الجوله الافتتاحيه لدور المجموعات بكاس العالم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة هيعقد مؤتمر صحفي بمعهد ناصر لإحاطة الرأي العام بكافة التفاصيل الخاصة بالفيروس المخلوي. النهاردة اللجنة العليا للتخصصات الطبية هتفتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة خاصة للأطباء النواب المصريين حركة نوفمبر 2022، وده وفقاً لشروط التخصصات والأوراق المطلوبة للتقديم بهذه الدفعة، وهتستمر مدة التقديم 15 يوم. النهاردة هينطلق اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022 في دورته الـ24، واللي بتنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في الغردقة وبتستضيفه مصر للمرة الأولى. لعشاء كأس العالم النهاردة هتقام ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة الافتتاحية لدور المجموعات من كأس العالم. هيلتقي منتخب إنجلترا مع إيران الساعة 3 العصر، ومنتخب السنغال مع منتخب هولندا الساعة 6، أما منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فهيلاعب منتخب ويلز الساعة 9 بالليل.